جيش مصر كبير جدا جدا، ومش عبارة فقط عن القوات اللي بنشوفها في الشوارع أو المناورات، وما خفي منه أعظم من المعلن. هكذا وصف الرئيس السيسي الجيش المصري في مناسبات متعددة. أهو ده الجيش المصري العظيم، بيمتلك أعقد شبكة دفاع جوي في العالم كله، وده بكلام الخبراء والمحللين الدوليين مش بكلامنا إحنا. بس هنا في مشكلة. المشكلة إن الجيش العظيم ده وبقدراته دي محدش بيقدمه كويس للمتلقي، بمعنى هتلاقي عشرات اليوتيوبرز وصناع المحتوى بيتناولوا الجيش المصري بجانب عددي أو كمي أو نوعي. يعني مثلا يقولك عندنا أقوى شبكة دفاع جوي علشان عندنا عدد فلاني من المنظومات وأكبر عدد فلاني من القواعد وهكذا. الكلام ده مش غلط، لكنه مش دقيق، بمعنى علشان نعرف بجد حجم قدرة الدفاع الجوي المصري لازم تحطه في مقارنة مع الدفاع الجوي لخصوم وأعداء مصر في المنطقة. ومش بس أي مقارنة، ده انت كمان لازم ترصد وتحلل ما لدى المنافسين والأعداء من تطور تكنولوجي وعسكري، حتى على صعيد الأسلحة والمشاريع السرية اللي بيتم تنفيذها. في الحلقة دي هنعرف ليه محدش من المنافسين والأعداء بيقدر يقرب من المجال الجوي المصري، ولو حتى على سبيل اختبار ردة الفعل الأولى. وحنعرف ليه القيادة المصرية أصرت على امتلاك أعقد شبكة دفاع جوي في العالم كله، وليه إسرائيل بكل ما لديها من تفوق جوي في المنطقة ما زالت بتعمل للدفاع الجوي المصري ألف حساب. وحنعرف إزاي وليه مصر اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من أشهر فاتت في واقعة جريئة بلا شك. هو ده هو أكتر اللي حنعرفه في حلقة النهاردة. مصر مش مجرد أكبر دولة عربية والسلام، لا، دي عبارة عن موقع جغرافي واستراتيجي عبقري، وفي نفس الوقت خطير جدا جدا. طيب ليه موقع عبقري؟ لأن وادي النيل بين الصحراء الشرقية والغربية خلى مصر عبارة عن واحة استقرار لآلاف السنين، متأمنة ومحروسة من أي موجات هجرة واختلاط يأثر على نقاء نسيجها الوطني، أو حتى حملات عسكرية جاية من الاتجاه الغربي. لكن دايما الاتجاه الشمالي الشرقي اللي بيتم فيه حاليا بناء العاصمة الإدارية الجديدة كان دايما هو الاتجاه الأخطر اللي بتيجي منه ومن خلاله حملات الغزو والاحتلال. وفي نفس الوقت مصر هي حائط الصد والمواجهة للقوميات الفارسية والتركية والصهيونية الإسرائيلية. طيب عبقرية الموقع وخطورته فرضوا على مصر إيه؟ فرضوا عليها إنها دايما بتمتلك أقوى جيوش المنطقة، وإنها في حالة استنفار شبه دائم لمواجهة مخططات الثلاثي ده، زائد مخططات شبكات عالمية أخرى أقوى من دول. الغرب دايماً بيحتكر التقدم التكنولوجي وخاصة لسلاح الجو، فقدم لإسرائيل أحدث وأخطر مقاتلات في العالم، لدرجة إن سلاح الجو الإسرائيلي ما زال متقدم على دول المنطقة، ولدرجة إن تركيا تم تزويد سلاحها الجوي بمقاتلات أحدث من طراز F-16، ومعها كمان الإمارات اللي وصل بيها الأمر لمحاولتها الحصول على مقاتلات F-35 الشبحية الأمريكية. وفي غضون ذلك كان حتى وقت قريب قبل صفقة F-15 محظور على مصر حصولها على صواريخ للقتال الجوي المتلاحم وخلف مدى الرؤية من طراز إمران، وكان محظور على مصر الحصول على الأسلحة اللي بتحصل عليها تركيا وإسرائيل ودول في الخليج، لأن زي ما قلنا قبل كده السلاح في إيد مصر قوته بتكون مضاعفة. وبقت المحصلة كالتالي: منافسين وأعداء بيمتلكوا سلاح جو متقدم، زائد إيران بترسانة من الصواريخ البالستية القذرة، يساوي تهديد للأمن القومي المصري. هنا بقى مصر كانت مدركة ده من عقود، وتحتم عليها تدشين أعقد منظومة دفاع جوي في العالم كله. طيب ليه شبكة الدفاع الجوي المصري بتعتبر الأعقد في العالم؟ الإجابة على السؤال ده في أربع نقط أساسية. النقطة الأولى إن الدفاع الجوي المصري بيعتبر الأكثر خبرة في المنطقة، لأنه اشتبك مع سلاح الجو الإسرائيلي منذ الستينيات وألحق بسلاح الجو الإسرائيلي أكبر خسائر في تاريخه،
يعني مفيش دفاع جوي في المنطقة نكل بإسرائيل غير الدفاع الجوي المصري، على الرغم من امتلاك إسرائيل لطائرات الفانتوم والسكاي هوك. ودي وقتها كانت الأحدث في العالم كله، لدرجة أن الدفاع الجوي المصري أول من أسقط طائرة الفانتوم في العالم كله. ويكفي أن تعلم أن حائط الصواريخ المصري أسقط في ليلة واحدة يوم 6 و7 أكتوبر حوالي 25 طائرة إسرائيلية، ووصلت خسائر سلاح الجو الإسرائيلي إلى 141 مقاتلة خلال حرب أكتوبر وحدها. النقطة دي بتقول لنا أن مواجهة إسرائيل كانت عبارة عن تمرين لعضلة الدفاع الجوي المصري، واللي هتنقلنا للنقطة الثانية. النقطة الثانية امتلاك مصر منظومات صواريخ دفاعية غربية زي الهوك وشرقية زي الاس 300، وامتلاك واحدة من أكبر رادارات الإنذار المبكر للمسح الجوي للارتفاعات الجوية والشاهقة زي منظومة ريزونانس، اللي عملها لا يقتصر على تتبع كامل لحركة الطيران في المجال الجوي المصري فحسب، بل وأيضاً المجالين الجويين السوري والإسرائيلي. والربط ما بين المنظومات دي بشبكة قيادة واتصالات وسيطرة مسؤولة عن ربط ودمج كافة منظومات النيران الصاروخية والمدفعية ووسائل وأجهزة الإنذار المبكر والاستطلاع المختلفة لتخطيط المهام واتخاذ القرارات وإصدار الأوامر وتبادل المعلومات والبيانات وتحقيق أوجه التكامل بين مختلف عناصر ووحدات الدفاع الجوي وبين باقي أسلحة وأفرع القوات المسلحة من قوات برية وبحرية وجوية. النقطة الثالثة والأهم الدفاع الطبقي، زائد الانتشار في مواقع تطوي كامل الجغرافيا المصرية. ارسم معايا دايرة صغيرة، الدايرة الصغيرة دي هي منظومة تور إم قصيرة المدى، وارسم دايرة أكبر منها، الدايرة دي هي منظومات البوك إم الروسية متوسطة المدى ومنظومة أيرس تي الألمانية، وارسم معايا دايرة أكبر منهم، الدايرة دي هي منظومة الاس 300 بعيدة المدى الروسية. الدفاع الجوي المصري هو دفاع متعدد الطبقات، مالتي لايرز اير ديفنس، طبقة بتتعامل مع الذخائر والقنابل الذكية المنطلقة حتى من المقاتلات، وطبقة مع المقاتلات والمروحيات، وطبقة مع الصواريخ البالستية. يعني أسلوب بناء الدفاع الجوي المصري واخد في اعتباره مواجهة القوى الإقليمية الثلاثة. أما جزء انتشار قواعد الدفاع الجوي بشكل يطوي كامل الجغرافيا المصرية، فده أمر تغلفه السرية والأمانة الوطنية، لكن يكفي أن تعلم أن المنافسين والأعداء بيستغربوا من حجم انتشار قواعد الدفاع الجوي، وبيشوفوها أشبه بقواعد فضائية من تصميمها الهندسي العجيب في قلب صحاري مصر من أقصى الشرق لأقصى الغرب ومن أقصى الشمال لأقصى الجنوب. أما النقطة الرابعة فهي أبطال سلاح الدفاع الجوي الأكثر تميزاً حول العالم، ويكفي أني أقول لك أن فرق الدفاع الجوي المصرية بتحصل دايماً على المركز الأول في كل المسابقات الحربية الدولية، واللي كان آخرها في الصين بضربات استثنائية وخارقة. في النهاية الدفاع الجوي المصري القوي بيقدم ميزة لسلاح الجو، ولك أن تعلم أن مقاتلات سلاح الجو المصري اخترقت الحدود الإسرائيلية مرتين في 2015 و2019، وده مش كلامنا، ده كلام يديعوت أحرينوت، وتقريبا محدش ركز مع الأخبار دي كالعادة. الاختراق المصري بيقوم على تقدير سليم بالقوة والثقة، وإن مقاتلاتنا وسمائنا آمنة بمظلة الدفاع جوي كاشفة المجال الجوي السوري والإسرائيلي معا. حفظ الله مصر وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.